الفرق 73، هل خرجت كلها كاملة؟ وهل يوجد كتاب يبين عقائد هؤلاء وعلماءهم؟ لست بمكلف على معرفة عقائدهم، المهم أن تعرف أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وكونهم في النار ما هم على حد سواء، حد في النار لكفره وحد في النار لضلالته وإن لم يصل إلى حد الكفر ويعذب بقدر ذنبه، أحد هذا من باب الوعيد لهم، ما هم كلهم سواء. نعم.